انا من عمال الحظايا 2011 التو يكوروا بين الحكومات الكل متعاقبه من الترويكا وانت جاي هاي هاو نخدم تو فوق الخدمه تو لا عندي جو تاع ننزل فوق الخدمه اي نعم كملت السكتور نتاعي وراني مروح هاو ما خبز لا جون لا كمامة والتو ما خلصونا التو ما خلصونا قلت لي من 2011 ماكش مترس جمله وتم في 400 غير 397 ها مجمعنا بعد كيما المدرسه جنب جنب المدرسه هذا شوفير يخدم معناها ريتي المترسمين عندهم كل شهر بونو كارفور بونو عزيزه حليب ديغون مورهم فسفس احنا لا كل الحكومات كل اخذت بين البيز وبعد ما انتخبناه مساي كل واحد مشى على روحه يقول لك ملف شيك ملف الحظايا 2011 ملف شيك علاش حاسين قديش عندك في العائله يعيشوا بك 377000 عندي ولدي باك عندي ولدي باك وبنتي دوزيام اني ايكونومي معناها بعد النوفيام شنو هي هذيك هو بدلوه مع شنو البريمير اي تعملوا مزية معايش ب 397 دينار والمرأة كاركة في الدار شنو الكلمة اللي تحب توجهها؟ يصفونا وضعيتنا الماكسيموم يعطونا سميق سميق ويصبوا علينا سينا ساس تو انا عمري 57 سنة نخرج مازال 3 سنين نخرج 180 180 باش تعيشني وانا مريض عندي ارني سيرفيكال عندي 10 سنين نخدم شيفور كيف هو زميلي هذايا معناه يقول لك يخدم ولا هذاك هو موجود بس تنجم تخدم شيفور معناها نتاع يعملوا كي يجيبونا خمسه شوفره من برا ينتدبوهم واحنا عندنا 10 سنين ما همش ينتدبوا فينا يقول لك اخويا هذاك هو يجي يغلبك يقول لك لا انت عمرك كبير ولا 10 سنين اللي خدمتهم من دخلت عمري 39 سنه تو عمري قريب 50 سنه ولا 49 سنه وهذه بلادنا ننظفوا فيها احنا يقول لك برا اخويا احنا نخزروا للبلاد نتاعنا ننظفوا باش هذاك ما يمرضش وهذا والوسخ شكون يهز مو احنا نزلوا فيه يخلصوا فينا 397 400 غير 3000 يقول لك نفس الشهري نفس الشهري نفس قاعدين يزيدوا فينا بشويه بشويه بال 20000 بال 15000 ما يتعيش حتى عائله اقل من السميك حظاير هذي اقل من السميك يقول لك اخويا اخدم ولا هذاك هو الموجود ثم غيرك يستنى يطلبوا يسوي لنا وضعيتنا يعملونا على الاقل كونترات ويطلعونا شويه في الشهر يسبوا علينا سنسيس باهي هو حتى ذكرني سنسيس صبينا ضعيف نهار اخر معناها شفت اخوه شوف ليه 180 دينار تعدي 10 سنين ثم ناس معناها ماهوش يخدم جمله يجي عمره يقولوا بطل ينجم يخوه 180 احنا ما شفت اخوه شوف ليه تكلموا علينا صحيح الحكومه قال لك تنسوا لي وضعيتكم قضاء وقدر جت هالكارثه هذه انا نستنى وعلاش التوا ما عطاوكمش الكمامه والليغون؟ ثم البعض عطاهم وثم البعض ما عطاهمش، قال لك نزلت ما جاتنيش السلعه ولا شنيا، مترسمين عطاهم صحيح، لا المترسمين عطاهم، انا قلت لك بعض مش الناس الكل، ثم اللي عطاهم وثم اللي نزل. خاطر توا في كورونا هذه واحده لا قدر الله تضرب كورونا صحيح، هو ماشي يصرف بيك، يقول لك الله غالب امرض، حقوقه ماهوش قاعد ياخذ فيها، اكثرش من الحليب مش ناخذ فيها. بونوات بتاع فلوس باش تمشي تقضي بها مش تاخذ فيها والتوها ونهار 28 الناس الكل صبوا لهم شهرياتهم احنا التو مصبون شفت عمال الحظاير هذه في جديده تخدم عندها 10 سنين تسويت وضعيه ما ثماش كل مره يقولوا لنا فهمش نسوي لكم وضعيتك ما ثماش منها هذه حكومه تكذب علينا ولا كيفاش فهمني ولا اخر حكايه مازالت الحكومه هذه تكلم فهمني ولا رئيس الحكومه على الوضعيه نتاع عمال الحظاير باش تتساوى فهمني صباحنا صباحا ما فما حتى شيء هذوما عمال حظاير يخدموا كيما المترسمين راهو كيف كيف كيما اللي يخدم مترسم ياخذ في مليون ولا قداش كيما عمال حظاير اللي يخدم فهمني ياخذ في 400000 نفس الاجور هو بيدو فهمني ولا شنو برك المترسم عنده امتيازات ياخذ فيها مثلا عنده بور 130000 ياخذ فيه عنده كونجيات ياخذ فيها فهمني عنده حليب ياخذ فيها عنده كسوت ياخذ فيها عمال حظاير لا ماهوش ياخذ فيها الجمل فهمني ولا و500000 مره تكلمنا على الحكايه هي بيد عندنا 10 سنين ونحنا هاكر انا معاه فهمني قاعدين يمهتلوا 10 سنين مال 2000 ما يعطيك ساعه حتى الكرني شفت الكرني نتاع سي ان اس اس فهمني كاملين وحده الكرني نتاع سي ان اس اس كرني يصب عليك في تريميست يجي كل عام يصب عليك تريميست فهمني ولا
كل عام يعمل لك تريميستا عام كامل تعدي بالتريميستا هذيك. باش تمشي للسبيطار واحد يمرض باش يعمل عمليه ولا اي حكايه راه ما نجمش يعمل عمليه، قول له انت بتبيعتك ما عندك السبان سبين عليك تريميستا برك فهمني بتبيع ما عندكش بتبيع شنو خير خليه طريتك كيفاش تاخوه انت ما هو بالسبان نتاعك فهمني ولا يوصلوا لك عمرك بالضبط فهمني ولا 45 سنه ويقول لك راه سيء وفي عمرك ما عادش نجموا نرسموك. اي انا اللي خدمته معاك هذاك عندي 5 سنين ولا قداش ونمشي هذاك تو شفتي الاشكاليه كيفاش هنا شفتي بالنسبه للبلديه هنا ما عادش تحكي على جمله خاطر هم بتبعت ما على بالهمش بينا جمله فهمني تجي تحكي معاه يقول لك انا ما مدخلني حتى شيء اني تابع وزاره التنميه ولا وزاره شنو فهمني ولا برج مشكلتك معاه فهمني يقول لك انا ما مدخلني حتى شيء فهمني تكلم يقول له اخويا تكلم عليه يقول لك انا ما نتكلمش عليك يتكلم كان على زملاء المترسمين خاطر عندهم حقوقهم اما احنا لا ما يتكلموش علينا فهمني هما شفت هنا البلديه هنا زعم كان برمشي يخدم فهمني ولا برمشي من درشنا وهم عمال حذر يحكوا عليهم هم اللي يخدموا اكثر عباد الله هم عمال عذاب فهمني ولا انت البلديه في برك مترسمين فيها برشا ما فيهاش ما فيهاش برشا راه مترسمين راه ابسط حاجه عملوا كيما كاي هبطوا فهمني ولا منشور يحبوا على 5 شفرة احنا بيجي هنا هذا شيفور عنده 10 سنين يخدم شيفور عنده 10 سنين يخدم مع 10 سنين هكا 10 سنين لشكون الاولويه يترس لشكون الاولويه يترس ما يترس مع عامل حظيره ذي شيفور يخدم معاه لا يمشي يدخلوا لك 5 من الناس من برا وفهمني ولا شوفره شنو يعملوا لك هما قال لك احنا اخويا نحبوا على الجماعه عندهم برمي سيمي وهي البلديه ما فيها سيميات من الاصل ما ثمها سيميات فما واحد برك سيمي كبير هذاك هو يخدم عليه فهمني ولا قال لك لا نحب ندخلوا 5 شفرة احنا سيميات هي مو كيفاش العمليه باش تكون عمليه تحايل نتاعهم يدخلوك 5 شفرة نتاع سيميات وبعد الشيفور نتاع سيمي يحطوا يخدم في تراكتور ولا يحطوا يخدم في كاميون اللي هذا يسوق فيه تراكتور ويسوق في كاميون صغير معناها كيفاش العمليه وشكون يدخل لك يدخل لك ود فلان ود فلتان يدخلوا لك مترسم فهمني يدخل من نهار الاول مترسم ويضرب في مليون فهمني ولا يخدم لك ساعتين ويمشي راهو على روح وهذا يعود الو وينك ايش يعود يخدم بزوز وحده بوستير فهمني شفت احنا بالنسبه للحكومه نتاعنا هذه مش فاشله غادي من الفشل فهمني ما شفتي شنو خاطر قاعدين يكذبوا علينا ديما يحكوا فيه الموضوع هذا ديما يحكوا فيه وعود زيفه كلك ومش نحكي لك على اني كذاب كبار فهمني ولا هم يجوا حتى شيء يحكوا على الكورونا هم اكثر عبيد كورونا هم فيريس نتاع البلاد فهمني هم توش فيك ويضرب فيها 4 منين ولا قداش ولا سافور عليه فهمني عاش في بضخ فهمني ولا هم ما يصيرش يخمم لك في عامل حظيره ولا يخمم لك وعامل حظيره هذا هو فهمني ولا ينظف في البلاد ويخدم في البلاد وينظف في كل شيء يعمل في كل شيء. نسالك سؤال كان الله لا يقدر يتضرب واحد من العمال هذا ما عنده حتى حق ما عنده حتى حق غير ما عندوش حتى حق حتى حق ما عنده ابسط حاجه يهزوا المستوصف ولا يهزوا السبيطار يعدي عليه وبعد يقول له برمشي شنو تعمل لي احنا عندنا واحد صاحبنا عفس عليه تراكتور فهمني نتايش لتو مازال سخات بساقيه تو يعاني بساقيه فهمني وشنو قالوا له غناي قالوا له قالوا له بيه هاتوا رسموك وقعد معانا وما ادري شنو بعد فهمني ولا مسكت وما تكلمش على حقه فهمني ولا رسموا العباد الاخرى قريب يمكن 10 من الناس ولا قداش كنا نحن وهو مسكين خلوه هكا قلت لك اللي تضرب ما عندوش حتى حق اقل حاجه يعملوها مع مزيه يعملوه يهزوا يدوا يرسوا هكا هو يهزوا يعملوا له جبيره يعملوا له هكا هو ما عندهم ما عندوش حتى حق يعني ما عنده حتى حق ما عنده ب 397 اي وما عنده ما عندوش حتى حق ما عندوش كان الشهريه هذيك هكا هو ما عندوش حتى حقوق اخرى ما عندوش تمشي تخدم وتروح هكا هو وتغيب ينحي لك نهارك كسرش رسك ما تجي نهار مريض ولا حاجة ليه نحولك نهارك تقعد نهارين ثلاثة مريض نحولك نهارك حتى فيها في رجون كيماك نحولك وشفت شهريك يسبوا هالك انت في بالك تخلصي نهار واحد كما لعبت كلك ونهار 27 كما ترسمين تخلصي تسعات تخلصي توصل حتى نهار 10 باش تخلصي حاليا توا العالم الكل خلص نتصور شيخوخه الدنيا كلها خلص نحن التو مازلنا مخلصنا شنو مشكلتهم حاطين خلص اما ربي اما راهو فما ربي في الدنيا هذه فما ربي زاد تو جي نهار تو يحقرها ما راهو ربي اما حق الخبز هاو هاو باب خمسه صغيره وشنو في جيبي 2800 شنو نعمل بهم هاي ثوري انا تويكه في جيبي 2800 عندي 5 صغار انا شنو باش نعمل به
نعطيهم الكبار يقضي فطور صباح ولا فطور اي فطور ما يقضي تحبي انت. ابار العرف نتاعكم ولا مدير البلديه ولا المسؤول رئيس البلديه ما مشيتوش ولا رئيس البلديه ما مشيتوش شكيتوا في بلاصه اخرى؟ وين؟ وين باش تشكي؟ هو كي تمشي شنو كي باش تمشي لاي باش تمشي للوزاره ولا تمشي لاي حكايه كي باش تتكلم يقول لك الملف هذا يا اخويا تابع الحكومه فهمني هذا تابع الحكومه الملف هذا احنا ما عندناش فيه حتى دخل فهمني ولا شفتي شنو معناه واحد يرمي الكره للساحب هو اصلا رئيس بلدية ولا حاجه يقول لك احنا نتمتع بخدماتكم وانتم ما تتمتعوش بخدماتنا ينجم ابسط حاجه اي احنا نتمتع بخدماتكم رئيس البلدية ابسط حاجه ينجم شفت رئيس البلدية ابسط حاجه ينجم هو يبدا ناقص خدامه يعرف روحه اللي ناقص تو ناقصه البلديه خدامه راه احنا هم يعطيك الصح تقول له انت ابعث منشور مثلا للوزاره فهمني اللي انت ناقص خدامه يقول لك لا انا ما نبعثش بعثنا قداش مره اخويا ما حبوش يقبلوا انت كيفاش ما حبوش يقبلوا عليك؟ اتهامات رسميه ما قبلوا عليك واحنا عمال انت باهي انت دخلت ماك انت ماك دخلت خمسه شوفره ولا لا شوفر ما مش يسوقوا ولا الكاميونات ولا تراكتورات فهم بشوي تما هو الشيفوره شنو بيسوق تراكتورات ويسوقوا الكاميونات باهي الكاميونات بشكون باش يخدم؟ تما الكاميون باش يخرج ما عنده خدام عنده زوز خدام ولا ثلاثه شكون زوز خدام؟ تما هما عمال حذاير هما اللي يخدموا يا اخي فما هما فاهم خفاف برشا هما مترسمين ما فيهاش برشا ما عندهمش ياسر احنا هما نخدم فهمني ولا انت كي تعمل ترسم واحد وتحطه في الكاميون والعامل يخدم على الكاميون مو عمال حذير ايه ما هو رسمه كيما رسمت انت شيفور فهمني تجي تحكي مع موضوع هذا ديما سبوره كحله يعطيك حربوشه نتاع ادول فهمني ولا نتاع تصبير باش تصبر به الكلمه الاخرى حسب الله ونعم الوكيل تو نعرف قدام ربي تو نتخاب كلوا لي حقي وكلوا حق العباد حسب الله ونعم الوكيل فهمني من 2012 احنا نخدم من 2011 وانت 2011 من 2011 واحنا نعانوا معاهم في معاناة زرق شيء لحياة اللي ما تولد يعني واحد يدخل عمره 39 ولا 40 سنه يوصل حتى ل 50 سنه ومن بعد اي من غير حتى شيء ليه ويخدم بيك يخدم بيك يخدم بيك ومن بعد يطيشك هذيك هي المشكل يطيشك من بعد ماهوش يعني يعمل لك حل ولا يعمل ما يعمل لك حتى حلول كي تفهم حلول نقول ما يعمل لك حتى حل علاش ما يعملوناش حلول نحن جماعة حذر علاش ما يعملوناش حلول شنو تحب نوصل لهم صوتي نقول لهم ماذا بيك توصل لنا صوتنا تعملي مزيان بجاه ربي يحسوا بينا جماعة الحذر يحسوا بينا رانا مضطهدين والله عبيد نخدم صدقيني عبيد والله عبيد مش 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 فاهم مش كلمه كاكو برا حقيقه عبيد نعيش برا انت ايجا انت اكهو تصوري انت هكاو ويرحم والديك توزن لنا زوت يخرجونا من العبوديه هذه يا جارب انت كلمه الاخرى والله الكلمه الاخرى احنا ماذا بينا ان شاء الله نحبهم يسووا لنا وضعيتنا هو صحيح بلاد في ازمه وملف هذا ملف شامل ملف على كامل تراب الجمهوريه فهمني والعدد احنا ما فهمناهمش قديش كل مره يقولوا عدد زائف مره يقولوا 68 الف مره يقولوا 45 الف مره يقولوا 40 الف والعدد الصحيح ما نعرفوش تو بشويه احنا ما يسالش تو لقونا خدمه معناها نخدم اما كي باش يرسمونا يرقلونا وضعيتنا لا ما انا نخدم في مؤسسه خويا المؤسسه هي تكفل به هي ترسم اللي يخدم في وزاره الصحه فهمني ولا حاجتي راه عمر حضر ما يخدموش فيها عندك الداخليه وعندك الدفاع فهمني ولا هذا هم اللي ما يخدموش فيها اما في قطاعات اخرى راه عمر حضر سواء قاري ولا ماهوش قاري راه فهمني ولا هذوما هاك لقيتو لهم خدم تو هما بالله لا هما تو ماهمش يخدموا هما معناها يخدموا هما يخدموا في شهريه كاك بطاله يخدموا في شهريه المهم يخدموا كل واحد يخدم في مؤسسه باهي كل مؤسسه خويا فهمني ولا تاخذ العمال نتاعها تنجم ترسم علاش المؤسسات ما عندهاش ميزانيه؟ ما عندهاش ميزانيه المؤسسات عندها ميزانيه لازم ترسم خدمتها على الاقل ياخذونا بارترونش ما نجموناش هما مع بعضنا ياخذونا شوي شوي اي بارترونش ياخذونا شوي شوي على الاقل ياخذوا خمسه سنين خمسه العام الجاي ينجم يريق الامور.